بعض الناس يقول أنا الآن أخطأت، أنا الآن فعلت المعصية وأنا لوحدي في الخلوة وليس معي أحد إلا الله، طيب ماذا أفعل؟ طبعا عليك التوبة، لكن يمكنك أن تفعل شيئا ذكيا أيضا، شيء آخر. تدري ما هو؟ أن تفعل العكس. نعم، من حسن تعاملك مع الله إذا عصيته وأنت لوحدك أن تفعل العكس، أن تطيعه بالخلوة وأنت لوحدك حيث لا يراك أحد، كما أنك عصيت في الخلوة عندما لم يكن يراك أحد. قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. مثل ماذا؟ يعني مثلا تصدق بالسر، لأن صدقة السر تطفي غضب الرب. مثلا اركع بعض الركعات بالليل حيث لا يراك أحد، اعمل عمل خير واجعله مستمرا طوال حياتك ولو كان بسيطا، ولكن بالسر لا يعلم بذلك أحد. فقد كان الصالحون يستحبون أن يكون للرجل عمل صالح مخبأ لا يعلم به أهل بيته ولا زوجته ولا أحد.